احنا عايزين نتكلم دور الاكسجين النشط، لان طبعا الناس في الاول ما كانتش عندها الـ يعني زي ما بنقول المعلومات الصحيحه ان الاكسجين النشط ده بيعمل معجزات. طبعا دوره ايه في علاج مضاعفات السكر؟ نرجع عشان اللي ما حضرناش قبل كده بس نبسط ايه هو الاكسجين النشط. هو الاكسجين ثلاثي الذرات. اوكي. زي الاكسجين الطبيعي عباره عن ذرتين في بعض، انما الاكسجين النشط هو عباره عن ثلاث ذرات. حلو. وطبيا العلاج بالاكسجين النشط هو علاج بنص الى 3% من الاكسجين النشط والباقي كله اكسجين، فهو في الاغلب اكسجين. وده اللي يختلف بيه عن العلاج بالاكسجين تحت ضغط. اللي هو بيدخل حاجه زي غواصه بتزود كميه محتوى الاكسجين في الدم، انما الاكسجين النشط هو زياده محتوى الاكسجين في الدم. ودي بقى حاجات كتير جدا بيعملها. فلو مسكنا مضاعفات السكر نجد مضاعفات السكر اساسا كلها بيصيب السكر عده اعضاء. طبعا بص نلاقي النظر عند المريض السكر يتاثر. عنده استعداد للجلطات 4-5 أضعاف البني ادم العادي، سواء بقى في المخ او في القلب او في الرجلين. ارتفاع يعني ضغط السكر الدم الزياده بيساعد على الجلطات، لان هو بيتلف الشرايين. هو بقى سر السكر اتلافه لاعضاء كتير، ان هو اصلا بيبوظ الشرايين. الناس فاكره ان الضغط بس، لا السكر دي معلومه برضو مهمه جدا. السكر اكثر اهميه، لان هو احنا بنتولد والجدار الداخلي للشرايين ملساء تماما زي الازاز كده. اوكي. وتبدا بقى يحصل فيها يعني ايه نتوءات، ويبدا يترسب فيها كرات صفائح دمويه وكرات دم، وبالتالي ندخل بقى في ضيق الشرايين، يرتفع الضغط، ضيق الشرايين يبدا الدم اللي داخل للمخ يبقى اقل، اللي داخل للعين اقل، اللي داخل للقدمين، وهي المشكله الكبرى. والكلى طبعا، والكلى نجد المريض السكر ممكن في اخر ينتهي بفشل كوري لا قدر الله. صح. او ضعف في وظائف الكلى. صح. طيب احنا عرفنا معلومات مهمه عن الاكسجين النشط، دوره ايه؟ او انا يعني لو قاعده دلوقتي اقول طب ما انا جسمي فيه اكسجين، طبيعي ان جسمنا فيه اكسجين، تمام، هاخد اكسجين تاني؟ ما هو برضو في ناس ما عندهاش الوعي الكافي. وهل بيعمل ايه يعني؟ بيدخل الجسم اللي هو النقي قوي ده، واللي طبعا بيكون بيور طبعا، بيعمل ايه داخل الجسم عشان كده بيحفز الـ 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 الجسم ان هو ما يستقبلش اي مخاطرات المضاعفات مرض السكر؟ هو الشغل الاكسجين النشط هي على عده محاور. اوكي. فلو مسكنا الاوعيه الدمويه، احنا ابسط تكنيك بنعمله ان احنا بنحقن حقن شرجي للغاز. اوكي. الحقنه الشرجيه اللي بتتعمل عادي ولكن بالغاز، بتيوب رفيعه جدا جدا وعليها الجل، ويبدا النيرس او الدكتور يبدا يحكي لنا ويقول له لو سمحت ما تدخلش الحمام، طلعش غازات 10 دقائق عشان يتم امتصاصها ويدخل يعمل الشغل بتاعه. الاكسجين كله يدخل يكون يمتصه الجسم. مجرد ما دخل يبدا الثلاثي الذره تنطلق ذره منه، هذه الذره هتقدر انها تقتل اي بكتيريا او فطر موجود، ولذلك يستخدم في محاربه البكتيريا والفطريات. الحاجة الثانية انه الاكسجين بقى البيور الباقي كله دوت، كرات الدم الحمراء بيخلي كرات الدم الحمراء تشيل كمية اكبر من الاكسجين نفسه. فلو لو انا كرات دم حمراء وبشيل مثلا نقول مثلا او اي رقم 10 جرام، ال 10 جرام دول هيبقوا 15، هيبقوا 20. طب على حسب الزياده دي بقى بتعمل ايه في جسمي؟ الزياده دي بتروح للخليه تديها اكسجين زياده، بتحفزها وتخليها اكثر نشاطا. اكثر نشاطا حضرتك، هو ممارسه الرياضه معموله ليه؟ عشان انا اشم هواء نقي وانا بتمشى. صح. ويدخل ويحصل دوره دمويه افضل، ويحصل لي الاكسجين يجري في دمي كله، ويبدا يروح ينشط لي كل خليه في جسمي. هذا ما يفعله الاكسجين النشط. طيب انا